مشاهدي موقع مواطن مرحبا بكم. بطبيعة الحال وبلا شك كلنا عارفين باللي مجلس المدينة صادق أمس على إنهاء عقد تدبير المفوض مع شركة نقل المدينة. خرجنا نسولو الشارع المغربي على المعاناة ديالو مع الحافلات وشنو هي الانتظارات ديالو في الحافلات ديال الشركة الجديدة. أجيو معايا نشوفوهم أش قالوا لنا. ما تمشوا فين؟ مدينة كازا اللي هي مدينة الذكية ما عطيناهاش بعدا واحد الوجهه اللي ولا الصبغه اللي غنعطوها كمواصفات معينه بالنسبه للترونسبور اللي تعاني منه المواطن. الاكتظاظ، حافلات ماشي شي حافلات في المستوى، هي رذيله. يعني الانسان تيحس براسو بانه راه داير خدمه اخرى من غير هذيك الخدمه اللي غيتوجه لها. هذه من جهه. ثاني حاجه ماذا بينا يكون ان شاء الله شي حافلات اللي هما مزيانين في البلاد اللي تعطي واحد الوجهه لهذه المدينه هذه. الطبيب عمرو ما جبنا له في كافه. تمشي لمدن اخرى وهذاك تلقى واحد التقدم منسوب بالنسبه لكارثه، وسيغشو كارثه اللي واحد مدينه اقتصاديه اللي خاصها تكون معيار المدن الاخرى في ما تقدر ما تركبش تتصادع مع بنادم. كاينه مرات تقدر تطيح، كاينه مرات تقدر تكون حامله، تقدر تتعرض للسرقه. اول حاجه هي الجوده وانك تطلع تحس براسك مواطن وعندك واحد القيمه. كاين زحام بزاف وكاين السرقه وكيتعطل، كاين بعض الساعات كنتسناو ساعه وعاد كيبان، وملي كيبان ما كيوقفش، كيكون عامر بزاف وكيمشي. يعني كنتكفلوا بزاف ترانسبور في الدار البيضاء بصراحه. الحفيله تكون نقيه وما يكونش الوقت بزاف بين الحفيله والحفيله، وتكون المراقبه على حساب الشفاره. يعني كان مرارا انا نتسرق في الطوبيس، يعني هاد المشاكل كنتمنوا باش ما تبقاش. المشكل اللي فيه هو كيكون فيه الاكتظاظ بزاف، كيكون بزاف ديال بنادم، بزاف ديال ما كتلقاش حتى فين تركب. انا بافو كنجي معلقه في الباب، كتشوف حتى داهيه كتسنى الاول الثاني لا ميم شوز، كلشي كيجي بلا. كتشوف حتى داهيه كتركب حتى في الباب كتريسكي بروحك بحياتك، واحد اخر شاد فيك من اللور. ما يكونش واحد النقص، يكونوا بزاف ديال الطوبيسات. اول حاجه الاكتظاظ، يعني كيكون عامر ديما بزاف. بعض المرات يعني من الوقت يكون عامر ما كيبغيش يوقف لك، يعني كيكون عندي ديجا روطار، يعني ما كتلقاش كيفاش دير. يعني ابار عاوتاني هذا الشيء اللي كتلقى عندي الشفره، شفره بزاف. يعني اي طوبيس فما كطلع ضروري تلقى حاضر راسك. شكون يعني يكونوا باك حتى البلايص بعيد تلقاهم الناس يجلسوا، يعني يكون كل وحده مخصص لهم بلايص ديالهم. بحال مثلا الناس العجازه يكونوا مخصص لهم بلايص ديالهم. يعني الناس الحاله اللي كتكون المراه الله حامله او والله والده، يعني مع عنده واحد البيبي باقي صغير، شكون تي عندها بلاصه ديالها. يعني كاينه فيه الشفره، كاينه فيه مضاربه، كاينين بزاف ديال الحوايج ديال المشاكل، يكون مقيين وداك الشيء. الطوبيسات ما يبقاوش في الدار البيضاء، تخربوا. تاي توبيس تكرادي طالع معاك سكران، طالع معاك شفار، ما بقاش احترام. طلعت ما تبقاش تجي معاك ولادك في الطوبيس، شكون يكرم يجلس؟ طلعش الطوبيس ويجلس هو مرتو ولا هو وليداتو، تيوصل بلاصتو ويخلص التذكره ديالو ويهبط.